في هذا الفيديو بدنا نتعرف على شاهد من قناة سيامند وشاهد. إذا كنتم مهتمين خليكم معي لنهاية المقطع. مرحبا حبايبي، كيفكم؟ وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. أنا إسلام حماد وهي قناتي ألوان تيوب، وبمقطع اليوم حنحكي عن شاهد القيصي. بس قبل ما نبلش ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. وهلأ يلا نبلش. الاسم شاهد حسن القيصي، يوتيوبر عراقية الجنسية، لمع نجمها في سماء الشهرة من سنة 2018، وصارت اليوم من أشهر صناع المحتوى العائلي على مستوى الوطن العربي، اللي ولدت في العاصمة العراقية بغداد بتاريخ 11/7/1996، وبتبلغ من العمر 25 سنة، وبتعتنق شاهد الديانة الإسلامية، وحالتها الاجتماعية متزوجة، وزوجها هو اليوتيوبر السوري سيامند مصطفى، واللي بيبلغ من العمر 35 سنة، وأنجبت شاهد طفلين، بنت وولد، وهما ميرا وآدم. اتخرجت شاهد من الجامعة عام 2020 بتخصص الخدمة الاجتماعية، ومقيمة حاليا مع زوجها في الإمارات، وتحديدا في إمارة دبي. وسبب خروجها من العراق هو الأحداث اللي بتمر فيها بلدها، وسافرت شاهد لعدد من الدول زي إسبانيا والسعودية وتركيا والسويد. وشاهد إلها في السويد ذكريات كتيرة، خاصة إنه السويد كانت المحطة الأولى في زواجها، وكمان قضت فيها فترة طويلة قبل ما تنتقل لدبي وتستقر فيها. عن اليوتيوب، تمتلك شاهد قناة خاصة فيها على اليوتيوب بتشارك عليها أهم لحظات حياتها وفلوجاتها اليومية وفيديوهات عن رعاية الأطفال. اشترك في قناتها لحتى الآن أكثر من 1,600,000 مشترك، وإجمالي المشاهدات وصل أكثر من 44 مليون مشاهدة. وعندها كمان قناة تانية بالشراكة مع زوجها سيامند مصطفى، بيشاركوا عليها فلوجاتهم العائلية مع أطفالهم ميرا وآدم، وكمان نشروا عليها أول أغنية لشاهد واللي حصدت أكثر من 5 مليون مشاهدة. بلشت القناة بتاريخ 16/9/2018، واشترك فيها لحتى الآن أكثر من 7,500,000 مشترك، ووصل إجمالي المشاهدات فيها لأكثر من 900,000 مشاهدة. حسابات التواصل الاجتماعي، تمتلك شاهد حساب خاص فيها على الانستغرام بتابعها عليه أكثر من 2 مليون متابع، وزوجها سيامند بتابعه على الانستغرام أكثر من 1,000,000 متابع، وبنتهم ميرا بتابعها على الانستغرام أكثر من 480,000 متابع، وابنهم الطفل آدم عنده حساب على الانستغرام رغم صغر سنه بتابعه عليه أكثر من 100,000 متابع. ولهنا بنكون وصلنا لنهاية المقطع، بتمنى يكون عجبكم، وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وما تنسوا تتابعوني على الانستغرام، حطيت لكم الرابط في صندوق الوصف وبأول تعليق، ومع السلامة، بشوفكم بالفيديو الجاي، سلام.